أسعد الله أوقاتكم مشاهدين بكل خير. من استطاع الوصول إلى موقع تفجير الكرادة قال: لم نرى قبل ذلك مثل هذا الجحيم. إذن هو جحيم تعيشه بغداد، لا تنتهي فصوله إلا لتبدأ من جديد. وقوده العامة البسطاء، أما شياطينه فيسجلون قيد المجهول. حصيلة الضحايا من الأموات فقط بلغت 165 شهيدة، 50 جثة متفحمة لم تعرف هويات أصحابها حتى الآن. عشرات النساء والرجال يلوبون عن أبنائهم وسط الركام. هل بات العراق في حرب استنزاف؟ ومن المسؤول؟ هل على حكومة العباد أن تستقيل؟ أم من يطالب بذلك يهدف إلى ذر الرماد بالعيون؟ لماذا لا يحاسب الفاسدون وأصحاب الصفقات المشبوهة ومهربو الأموال؟ وهل الجيش قادر على الاستمرار وظهره مكشوف للعدو؟ هذه المحاور وغيرها سنطرحها في اسأل أكثر، لكن دعونا نتابع أولا تقرير مراسلنا أشرف العزاوي. بين الحقوقات ضيفا حوار RT لهذه الليلة من بغداد المحلل الاستراتيجي جاسم حنون، ومن لندن الأكاديمي والناشط السياسي صباح الخزاعي. ويمكنكم مشاهدين الكرام المشاركة. إذن أهلا بكما ضيفي الكريمين، وأبدأ نقاشي من لندن مع سيد صباح الخزاعي. سيد صباح، العبادي يعني بخلاف التوقعات فتح بالفعل ملف الفساد المغلق والمتعلق بأجهزة الكشف عن المتفجرات، لكن هل تتوقع بالفعل الكشف عن المتورطين ومحاسبتهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تسمحي لي أختي قبل ما يعني بالفعل ضربت بغداد أكثر من مرة، ومن المعلوم أن أجهزة الكشف عن المتفجرات لا تعمل، لماذا لم يفتح هذا الملف قبل تفجير الكرادة؟ شكرا جزيلا سيدتي. في البدء أعزي عوائل الشهداء وأسأل الله الرحمة والغفران. صباح الخزاعي سيد جاسم، وتحدث منذ قليل بأنه دخل براد كبير إلى منطقة الكرادة عبر الحواجز الأمنية، وتحدثت عن تواطؤ، هل هذا بناء على معلومات سيد صباح؟ يعني احنا نقول بالعربي الله سبحانه وتعالى عرف يعني بالعقل وليس بالعين. يعني هل الذي يحدث مصيبة من المصائب؟ الشخص الجالس في بغداد هنالك تواطؤ وفشل بالحكومة، وليس بسبب أن وزارة الدفاع ووزارة الداخلية غير كفوءة. سيدتي طبعا أريد أن أعلق على نقطة واحدة، النجاحات كبيرة ولا يمكن لأحد أن يحجب هذه الانتصارات. نتكلم اليوم عن 75% من الجغرافيا التي كانت في حوزة الذهب. أريد ردا منك على نقطة التواطؤ. الشوارع كانت فارغة. سيدتي أنا أتكلم بكل صراحة. وموضوع لا بغداد مكتظة بالسكان والساعات متأخرة من الليل، والدليل سيد جاسم. سيدتي حجم التحديات كبير، نتكلم عن بلد منذ عام 2003 ولحد هذه اللحظة 65 ألف سيارة ملغمة انفجرت به، بلد اليوم تركي عسكري في الشمال ضد الحكومة العراقية، ضد رأيه. وهنالك 3.4 مليون إيراني دخلوا من الحدود العراقية بدون جوازات وبدون فاشلة، والدليل على ذلك بأن لجنة الدفاع والأمن البرلمانية قالت إن العبادي لا يملك خطة واضحة أمنية للدفاع عن بغداد. سيدتي لا يمكن لأحد أن يعلم اليوم في العراق أن يزكي الحكومة أو يقول أنها حكومة جيدة وحكومة قدمت كل شيء. أنا في من لندن، هل تتوقع أن يستقيل وزير الداخلية مثلا؟ نحن في العراق ليس لدينا يعني مثل ما يقول لك استقالات، لا يعني ليس هنالك توافق وهنالك اتفاق وهنالك مباركة إيرانية أمام مرحلة جديدة يلجأ فيها العراقيون إلى الأمن الذاتي كما حدث في مدينة الصدر. سيدتي يجب أن تكون هناك تغييرات جذرية وواقعية بالنسبة للمفاصل والقيادات وكذلك الآلية المتبعة ونظام السيطرات وأجهزة الكشف المتفجرات. وأيضا سمعناها صح، لديك تفضل. نحن أمام ملف كبير. تفضل سيد صباح. أنا مع الأسف نفس الخطاب دا سمعه. مصيبة العراقيين هم نعم صغيرة. تفضل.
بدليل أن حيدر العبادي رمي بالأحذية. سنأتي على هذه النقطة. سنأتي على هذه النقطة. وبالتالي يعني كيف يمكن للجيش أن يواصل تقدمه في الموصل؟ لا سيدي، خليني أعلق على موضوعة الضيفك، أنه موضوعة إيران. أنا ما أعرف الحساسية من إيران شنو هذا الموضوع. إيران أول دولة ساعدتنا محاربة داعش، أعطتنا السلاح والمستشارين والآليات والمعدات بشكل مجاني. اليوم في الموصل لديكم عملية تحرير الموصل سيدتي. اليوم الانتصارات واضحة وكبيرة، وأنا أتكلم لك اليوم الجيش العراقي والقطاعات الأمنية اليوم وصلت على مشروع. كنت تتحدث عن الغضب الشعبي، أجهضت هذا المشروع. كنت تتحدث عن الغضب الشعبي، كيف يمكن تفسير الغضب الشعبي والتهجم على موكب العبادي؟ أنا خلي بس أقول لك فد شغلة، نحن مع الانتصارات إذا أكو انتصارات حقيقية، نحن مع الجيش العراقي، نحن مع استرداد حقوقنا وأراضينا من داعش الإرهابية، هذه نقطة. بالنسبة إلى حكومة طيب العباد، ألم تحرر ديالى وصلاح الدين والأنبار من داعش؟ هذه انتصارات أم ليست انتصارات؟ ثورة شعبية غير منضبطة، أليس من الأفضل لحكومة العبادي أن تستقيل وأن لا تتحمل هذا الوزر؟ سيدتي هذا حالة صحية بالأنظمة الديمقراطية، هذا الرجل يتكلم، هذا خارج المفاهيم العصرية. واليوم هذا يتكلم نظام دكتاتور. اليوم احنا بلد ديمقراطي، رئيس الوزراء نعم. ضيفي الكريمين، وصلنا إلى ختام اسأل أكثر، والآن لنتابع معا نتائج التصويت الذي أطلقناه على صفحتنا على تويتر. 34% دعم وجهة نظر ضيفنا من لندن صباح الخزاعي، و 66% دعم وجهة نظر ضيفنا من بغداد جاسم حنون. هذا الاستطلاع كان مستمرا على صفحتنا على تويتر طيلة هذه الحلقة. أما بالنسبة إلى الاستطلاع على موقعنا الإلكتروني وسؤاله، بعد تفجيرات بغداد هل تؤيد دعوة البعض الحكومة العراقية إلى الاستقالة؟ فنعم هي قديمة، ويمكنكم مشاهدينا الاستمرار بالمشاركة فيه. إذن بقي أن أشكر ضيفي الكريمين، من بغداد المحلل الاستراتيجي جاسم حنون، ومن لندن الأكاديمي والناشط السياسي صباح الخزاعي. وشكرا جزيلا لكم مشاهدي الأفاضل على حسن المتابعة. موعدنا يتجدد في نفس الوقت من كل ليلة. إلى اللقاء.